إن بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أنعم الله مساءكم من نادي سمير بن سيدي قاسم. المباراة الرسمية لجمعية الاتحاد القاسمي للكرة الحديدية، مباراة الربع والتي تجمع ثلاثية أنس عنعر من نادي اسكابي القنيطري ضد عمر صغير من نادي السكنية بالقنيطرة. الجولة الأولى، النتيجة عن بياض. إذن كما تعلمون، اللاعب عمر صغير وصيف بطل إفريقيا في التسديد بالدقة، واللي تمثل ثلاثيات النادي الساكنية بالقنيطرة. اللي تلعب ضد أنس عرعور اللي تنتمي للمنتخب الوطني للشبان، المنتعش مؤخرا بفوزه بكأس الأمم بسانتا سوزانا بإسبانيا. عمر تيدي في النقط الثاني. تلعب كرة على برا. جوج خويا، حداك اخويا ادريس، الله ينور. شكرا اخويا ادريس. ديالنا الجولة الأولى تنتهي بتسجيل ثلاثيات عمر صغير لنقطتين مقابل لا شيء، ثلاثيات أنس عرعور اللي تتكون من أنس عرعور وسيمو رجوي وعبد الله البوسكراوي. إن جوج أندية من مدينة القنيطرة يلتقيو في الدور ديال الربع، نادي اسكابي ونادي السكنية. Thank you.
تتبع النقط ينتهي اليوم. très bien joué Omar, tu as réussi à gagner le point. Anas Arour. Oh bien tiré Walid. Oh joli, oh là là, joli tir ديال أنس. إذن الكرة الأخيرة عند عبدالله. كور. إذن تتعدى النتيجة. إذن عمر تيجي في لابول ولكن تيخرج لبسي تتأنوي للامان. Thank you.
جولي معلم جولي هاي بيان تيريامي تحيد لابور تحرك لبتي تيدير جوج فطرتي برافو عليك بطل دوبل عند سيمو رجوي كونتر دوبل عند الادفيرسير دو بوان في الارض ثلاثيات عمر صغير النتيجة جوج لجوج دائما كرة كرة دو بوان في الارض ثلاثيات عمر صغير من نادي السكنية بالقنيطة كرة عند سيمو رجوي وكرة عند خالد رئيس نادي السكنية بالقنيطة تيهرس لو بوان تيهرس لو بوان تيخلي لهم واحد في الارض وتيهرس الثاني ملاعبين
سيدي فتن، إذن السي خالد تيضيف النقطة الثانية، تتغير النتيجة تصبح 4-2. اسمح لي واحد شوية الله يبارك. إذن روح رياضية عالية تجمع ما بين لاعبي الفريقين. كانت السمراء خاين حسن عوالي أنا في شي مزيان كريمي تيربح حتى دوزيام بول ديالو سيمو غادي يضرب لا دوزيام بول ديالو كور ما وصلش لا تجيك البرتية تصورها بلاتك كما تحت لها جوست وين تتخاف لك ديرون جيب نادم بالفلاش شلاش ما بين شيء Thank you.
دابا انا كل دابا يومين ديال ما حقاش تكون عيط لي هذا ما حقاش نحكي لها بغينا هذاك دين 3 و 4 7 ثلاثية عمر صغير من الساكنية القنيطري جوج لثلاثية أنس عرعور من اسكابي دو كينيترا تحرك مع الابتسام زين اللي كان في المقدمة برشود اللي هي برسم ربع نهاية جنسة الأمة تطور السنة التي اتحاد الوطن الخاصي التي جنسوا مهلا سعد الحسنية حسنية بلدي الساكن يا حريتها قبل اثنين صالح ثلاثية المسكرة ونيتاري تحية خالد النيابة نيابة عن واحد العدد لا يستحق من تدريس تشكر الأخ تدريس على مجهودات النقد التي وصلت أجواء الدوري إلى المشاهدين الكرام ومن هذا النيابة تشكر الحديث على مجهودات التي تقلل الدوري هذا وعلى العناء التي تجربه لا من ناحية السفر لا من ناحية الوقوف اليومي باش يدخل على الدوري هذا ماشي سهل وكذلك شكرا للتعلق ان شاء الله شكرا سي حميد على هذه الشهاده وانا بدوري ايضا نقدم الشكر جزيلا الشكر على المجهودات اللي كتقوم بها
هذا الإطار تجديد الحقل الرياضي على مستوى الوطني وهو رياضة الكرة الحديدية معشوقة الجميع. نشير إلى أنه كان يكون متابعة هذه المقابلة على موقع يوتيوب خاص بسحاب التسجيل الزين. نعم، إضافة فغادي توجدوا في الدخول ديال القناة ديال المتواضع، غادي توجدوا واحد الجريدة، واحد المجموعة ديال المقابلات الشيقة في مختلف الدوليات اللي تجرى في مختلف الأسر المنضوية تحت اللواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، فمرحبا بالجميع. شكرا سيدي حميد الإعلامي الجبلي في الحقيقة لا يبل ولا يكل في متابعة جميع الدوريات التي كتقام على المستوى الوطني، وهذه مفخرة للإعلام الرياضي الوطني خاصة رياضة الكرة الحديدية. نذكر المشاهدين اللي التحقوا بنا بعد قليل بين خمس كرات النقد في الارض عند ثلاثيه انس عرعور وخمس كرات في اليد. شوفوا شنو غادي يديروا، شنو هي الاستراتيجيه اللي غادي يلعبوا بها. خمسه ديال الكرات بعصبة الشمال الغربي هو أول دوري يقدمه هذا النادي. هذه المباراة تجمع بين ثلاثية المذكرة والنادي الاتحاد الرياضي في الوطن وثلاثية ينتهي وثلاثية حسن السكنة الفنيتري. النتيجة هي تسعود لصالح الحسناوي قليل، جوج لصالح المذكراوي. الدوري اللي عرف مشاركة 122 ثلاثية يمثلون أندية من عصبة أطلس سايس، عصبة الشمال الغربي، عصبة الوسط، وثلاثية تمثل عصبة التافلات بمنتخب النادي الفضي بتنغير. نادي الجمعية الفضية للكرة الحديدية بتلغير. اللي من هذا المنبر هذا نقدم التحية ديالي والسلام ديالي للإخوان المشاركين وأعضاء المسيرة اللي قضيت معاهم قرابة 16 سنة مع نادي الجمعية الفضية للكرة الحديدية لتشارك بكثافة في الدوري ديال تاليبوست هذا المساء هذا اليوم بالضبط بتاليبوست. فتحية للجميع والتحية لسكان مدينة تلغير. كانت هذه إذن تحية من الإعلامي سي حميد الزين جميع مكونات الجمعية الفضية بتلغير اللي قضى معهم سنوات بهذا النادي. أهل الكرم، أهل الكرم لكم عيشتوا في كأس العرش على أظن للحضور ديال الجميع وفروا المبيت للجميع للوجبات ديال العشاء والغداء للجميع. فهذوك الناس مشهود اليوم الكرم وحسن الضيافة تشكروا من هذا تحية ليك وتحية جميع الناس ديال تلغير. البطل الافريقي الحائز مؤخرا على البطولة الافريقية ببوركينا فاسو لكتابة مجريات هذا الدوري. إذن انطلاق جولة أخرى والنتيجة 8 ثلاثية عمر صغير من نادي الساكنية بالقنيطرة قبيل 4.
لثلاثيات عبد الله البوسكراوي. Thank you.
إذن فرصة كبيرة أن تجد عمر صغير من السكن القناطري لإنهاء هذه المباراة، خصوصا أنه باقي عندهم ثلاثة ديال البول جوج في الأرض. إذن ثلاثة واضحين عبر في الرابع. إذن تنعبر الرابع وتتنتهي المباراة بتأهل. إذن عناق حار ما بين أنس عرعور البطل اللي مثل المنتخب المغربي في بإسبانيا منتخب الشبان، وعمر صغير اللي مثل المنتخب المغربي بطولة إفريقيا اللي حاز معها ببطولة إفريقيا وكان وصيف البطل في التسديد للدقة. إذن هنيئا لثلاثية عمر صغير تأهل ديالها الدور نصف نهاية ديال الدوري الرسمي لجمعية الاتحاد القاسمي للكرة الحديدية بسيدي قاسم. إذن أضرب لكم موعد في مباراة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم، واستودعكم الله في رعاية الله وحفظه.